عندما كانت الكرة في الخط الأمامي يقام بالمراوغة وبالرجل اليسرى الساحرة يسكن أول أهداف للمباراة. مشاهدينا الكرام لا نطيل أكثر. دنكير ممتاز، كينزل الكرة ديالو ممتازة في اتجاه نبيل أومغار، تصويبة أجمل أهداف الدوري الوطني المغربي للمحترفين، أجمل أهداف الدوري الوطني المغربي للمحترفين بأقدام نبيل أومغار. هدف جميل ورائع ينضاف إلى اللاعب كوروما فاتوكوما، هدف جميل ورائع ينضاف إلى هدف كوروما فاتوكوما، ولهذا الحمد لله عبد الرزاق لاعب أولمبيك أسفي ضد الجيش الملكي. طبعا الأهداف تحضر وبقوة، ولكن بالجمالية صراحة بالجمالية، لأن ما سجله الآن نبيل أومغار فهو هدف جميل ورائع. وشاهد التصويبة بالرجل اليسارية ممتازة، لم يتمكن محمد أمين برقادي من صد هذه الكرة التي لعبت بشكل ممتاز، وفرحة فرحة كبيرة للجماهير للاعب نفسه الذي تمكن من وضع أحسن أهداف ممتازة من الوقف. تعود من جديد، حلمة خطيرة عبد السلام غنباكي، كرة ملعوبة لسيمون أرمون، ممتاز 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 ممتاز، تصويب جول سيمون أرمون يسجل هدف آخر في هذه المباراة. ثلاثة أهداف تحضر في هذه المباراة، والواضح أنها إهداء شخصي لأم سيمون أرمون. صراحة مباراة تنقلب، مباراة تنقلب رأسا على عقب. نبيل أومغار سجل الهدف الثاني، واللاعب سيمون أرمون سجل الهدف الثالث في المباراة، والهدف السادس لهذا اللاعب بالدوري المحترفين المغربي. مباراة ممتازة جميلة رائعة فيها خالد العسكري من صد هذه الكرة، كرة تعود من جديد لصالح نبيل أومغار، خطيرة ممتازة ممتازة، نبيل أومغار أربعة أهداف في مباراة اليوم. الحسيمة تضرب بقوة، رباعية نظيفة في شباك فريق وداد فاس، يسيرون للخامس ونحن نتابع مباراة صراحة تغيرت الموازين كاملة في الجولة، الجولة الثانية وفي هذه الدقائق الأخيرة. أربعة أهداف مقابل شيء، نبيل أومغار يستخلص الكرة ويسجل هدف، هو الهدف الثاني له الشخصي في هذه المباراة، الهدف الثاني له في هذه المقابلة. إذن أربعة أهداف مقابل لا شيء، متعة كرة القدم، سحر كرة القدم، حلاوة كرة القدم أن